السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب أولى ثانوي؟ هنتكلم النهاردة على تالت درس عندنا في الترجنومتري، والدرس بتاعك اسمه Solving the Right Angled Triangle. حضرتك عارف طبعا إن أي تراينجل في الدنيا فيه 3 سايدز وفيه 3 أنجلز. 3 سايدز حضرتك شايفة، دي أول سايد وأدي تاني سايد وأدي تالت سايد. كل سايد منهم ليه لينس. لينس يعني طول، يعني واحد 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 5 سنتيمتر على حسب، يعني هو بيديها لك ايه في المسألة. خلاص، وعندك 3 انجلز، ادي انجل اللي هي علامة فيها علامة رايت دي اللي هي ب 90 ديجري يعني، وادي انجل تانية وادي انجل تالتة، وكل انجل من التلاتة دول بيبقى ليها ميجر. تمام. طيب لما نبص مع بعض كده على التايتل بتاعنا العنوان، هتلاقي فيه كلمتين مهمين، في كلمة اسمها solving وفي كلمة اسمها right. كلمة right يعني في right angle زي ما حضرتك شايف كده. خلاص، right angle يبقى أنا عندي angle ب 90 degree دايما في التراينجل بتاعي. طيب يعني ايه كلمة solving؟ كلمة solving دايما بتيجي لما يبقى في حاجات مش موجودة في المسألة أو ناقصة وإحنا اللي بنحسبها. تمام. طيب وإيه اللي هيبقى ناقص في التراينجل يا ترى وإحنا اللي هنحسبه؟ بص يا سيدي، هتلاقي دايما ان شاء الله يعني لما تجيلك المساله هيبقى فيه ثلاث حاجات معروفين وثلاث حاجات ناقصين. ماشي، يبقى في عندك ثلاث حاجات unknown غير معروفه، وفي ثلاث حاجات known معروفه. خلاص. طيب احنا بنتكلم النهارده على ايه؟ على الرايت انجل دي تراينجل، يبقى دايما هتلاقي المساله فيها رايت انجل معروفه. تمام. هروح مديك في المساله حاجتين كمان. ماشي، ممكن ادي لك تو سايدز او ممكن ادي لك سايد وانجل، وانت تحسب الثلاث حاجات اللي ناقصه. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف طبعا دلوقتي. ماشي. طيب يبقى solving the right angle the triangle means ان انت هتجيب اللينس اوف الانون سايدز او الميجر اوف الانون انجلز. ماشي، عايز اعرف كل سايد ناقص بكام وكل انجل ناقصه بكام. طيب هتلاقي المساله بتاعتك جايه بشكلين، يا اما هديك في المسألة تو سايدز مثلا واحد ب 6 وواحد ب 8، يا اما هديك في المسألة 1 سايد وميجر اوف ان اكيوت انجل، وليكن السايد ده ب 5 والانجل دي مثلا ب 42 ديجريز. خلاص. واحد يقول لي يا مستر مش حضرتك قلت هيبقى فيه تلات حاجات معروفين، ازاي تديني مثلا هنا تو سايدز بس؟ لو خدت بالك بص العلامة دي علامة ايه؟ رايت. خلاص، دايما الكلام النهاردة على في رايت انجل. خلاص، فاركن واحدة معروفة على طول دايما اللي هي مين؟ اللي هي الرايت انجل. ماشي. طيب انا هحل ازاي المساله دي وهحل ازاي المساله دي؟ ده الدرس بتاعنا، بس ايه، هدي لك فكره عامه عن الدرس وبعدين نبدا نحل عليها امثله. خلاص، هنحل ده ازاي؟ بطريقه سهله جدا جدا جدا. ماشي، المهم بس اعرف عندك ان هيبقى عندك شكلين للامثله، شكلين. الشكل الاولاني ان انا ادي لك تو سايدز ورايت انجل، وليكن نختصرها برايت انجل وسايد وسايد ار اس اس. ماشي، يا اما هدي لك رايت انجل وسايد وانجل تانية. ماشي، ار اس اي، يبقى اما ار اس اس رايت انجل وسايد وسايد، يا اما ار اس اي رايت انجل وسايد سايد واحد بس من الثلاثه وانجل. خلاص، باستخدام اللي هو مديهوني هجيب اللي ناقص. يعني ايه؟ بص معايا تاني بالراحه، ايه الحاجات اللي معروفه في الرسمه دي؟ هتلاقي في الرسمه دي في سايد معروف وسايد معروف وانجل معروفه. طيب يبقى ايه اللي ناقص؟ بص يا سيدي، هتلاقي فيه سايد هنا ناقص اللي هو ده، وهتلاقي فيه هنا انجل ناقصه وانجل ثالثه هنا ناقصه. ماشي. طيب تعال نبص على الرسمه الثانيه، ايه اللي معروف؟ هتلاقي فيه ثلاث حاجات معروفين، رايت انجل وفي سايد معروف وفي انجل معروفه. يبقى ايه الحاجات اللي ناقصه؟ هتلاقي فيه ثلاث حاجات تانيين هما اللي ناقصين. هتلاقي الانجل اللي فوق دي ناقصه مش معروفه، هتلاقي طول السايد ده مش معروف، وهتلاقي طول السايد ده كمان مش معروف. تمام. طبعا كل ده هيبقى اوضح بكتير جدا واحنا بنحل. طيب واحنا بنحل طبعا طبعا كالعاده في الماس دايما هتلاقي فيه حاجات قديمه جدا ومهمه جدا. زي ايه؟ اول حاجه لو عندك انجل بالراديان ومطلوب ان انت تحولها بالديجري، او طبعا الترم الاول ولا ثانوي الترم الاول، لو عندك مثلا انجل ب 1.169 راد وعايز احولها للديجري، كنا بنعمل مالتبلاي 180 اوفر باي على الكالكوليتر، تكتبها يطلع لك الشكل ده، تعمله ابروكسيميشن طبعا ال 9 تزود ال 6 فهيبقى 67 ديجري.
يبقى عشان احول من راديان لديجري هعمل باي 180 اوفر باي. ماشي. طيب تاني حاجه، لو العكس، لو عايز احول من الديجري للراديان، يعني لو عندي في المساله مثلا انجل ب 23 ديجري ومطلوب ان انا احولها للراديان، يبقى هعمل ملتبلاي باي اوفر 180. خلي بالك ده عكس ده، مش هو هو يعني. ماشي. برضو هنعمل نفس الكلام ده على الكالكوليتر، هيطلع لك 0.401 راديان. طيب تالت حاجه، ان اني رايت انجل دي تراينجل، في اي رايت انجل دي تراينجل، وده اللي هيقابلني النهارده، في ثلاث حاجات ما ينفعش تنساهم: ساين، في عندك كوزاين، في عندك تان. طبعا اول ما اقول ساين لازم تبقى فاكر دايما ان الساين بتبقى مين اوفر مين، اوبوزيت اوفر هايبوتنس. حلو قوي. الكوزاين ادجيسنت اوفر هايبوتنس، والتان اوبوزيت اوفر ادجيسنت، والثلاثه دول هتكلم عنهم بالتفصيل بعد دقيقتين بالظبط. ماشي، بالتفصيل. طيب نمبر 4، in any isosceles triangle، اللي هو ايه isosceles triangle ده؟ الاول حضرتك لو عندك triangle بالشكل ده وطول السايد ده قد طول السايد ده، يبقى اسمه isosceles. ماشي. طيب طبعا انت عارف طبعا الانجل اللي هنا بتبقى قد الانجل اللي هنا. ماشي. ايوه. ايه كمان عايزك تفتكره عشان هنحل عليه وهنستخدمه النهارده؟ لو جيت نزلت من فوق perpendicular لتحت، perpendicular في علامه 90، في حاجتين تاني هيحصلوا. ايه الحاجتين دول؟ هتلاقي البيس اللي تحت دي مالها؟ تتقسم. الله ينور الناس اللي بتقول معايا، تتقسم يعني الجزء اللي على الشمال قد الجزء اللي على اليمين. وفي حاجه تانية هتحصل، ايه هي؟ الانجل اللي فوق هتلاقيها اتقسمت لجزئين قد بعض، يعني الانجل اللي هنا قد الانجل اللي هنا، الحته دي قد الحته دي. خلاص. نقول كمان مره، ان اني ايسوسلس تراينجل، ان اني ايسوسلس تراينجل، لو عندك السايد ده قد السايد ده، يبقى الترينجل اسمه ايسوسلس. لو نزلنا بيربنديكولار ايه اللي هيحصل؟ البيس تتقسم والفيرتكس انجل اللي فوق يعني تتقسم، يبقى التو انجلز اللي فوق قد بعض. ماشي. اخر حاجه عايزك تفتكرها، يعني ايه كلمه سنترال انجل؟ سنترال انجل على طول كان يبقى عندك سيركل. ماشي. والسيركل دي فيها سنتر، والسنتر ده، السنتر ده طالع منه ريديوس، وليكن السنتر اسمه ام والريديوس اسمه ام ايه. ايه بقى سنترال انجل؟ كان لازم يبقى عندك ريديوس وريديوس تاني، يعني في عندك ريديوس اسمه ام اي وفي ريديوس تاني اسمه ام بي مثلا. الانجل اللي ظهرت فوق دي انجل اي ام بي، دي اسمها سنترال انجل. خلاص. عايزك تفتكر عنها ايه؟ لو كانت ب 100 ديجري مثلا، هتلاقي ان الارك اللي قصادها برضو ب 100 ديجري. خلاص. طيب يبقى سنترال انجل دي عباره عن انجل بتوين تو ريدياي. ماشي. طيب بص يا سيدي، لو جيت قلت لك كورد اوبوزيت كورد، كورد مش ارك، كورد يعني لاين سيجمنت، كورد اوبوزيت تو سنترال انجل، بص كده، لو انا عايز الكورد اللي قصاد انجل اي ام بي اعمل ايه؟ هوصل الاي والبي مع بعض. تمام. يبقى الاي بي اللاين سيجمنت دي اسمها ايه؟ كورد اوبوزيت تو سنترال انجل، او كورد سبتين، او سنترال انجل سبتنتد ا كورد. ماشي. كل واحدة من دول هتلاقيها طالعه لك في مسألة من المسائل. لو ناسي أي واحدة من دول يا ريت تسمعها كمان مرة قبل ما نبدأ نحل. تعال نشوف كده بالتفصيل نمبر 3 معناها إيه. بص يا سيدي، أدي رايت أنجل دي تراينجل أي بي سي، وأدي علامة الرايت عند البي. بص معايا كده على أنجل سي، طبعا أي سي أكبر سايد وبيبقى اسمه هايبوتنوس، هايبوتنوس. ماشي. طيب بالنسبة لأنجل سي، بص كده في وشها اوبوزيت ليها مين؟ الاوبوزيت سايد مين؟ تمام. اي بي اسمه اوبوزيت سايد، اوبوزيت يعني في وشي. طيب في حاجه اسمها ادجيسنت سايد، ادجيسنت يعني جنبي. ايوه، جنب السي هتبقى السي بي. يبقى انا عندي في حاجه اسمها اوبوزيت الاي بي، في حاجه اسمها ادجيسنت اللي هو مين؟ اللي هو السي بي. خلاص. ايه لازمه الاوبوزيت والادجيسنت؟ بص يا سيدي تفصيلا، ساين كنا بنقول الساين تاخد اوبوزيت اوفر هايبوتنوس، مين الاوبوزيت في الرسمه دي؟ اي بي، مين الهايبوتنوس؟ اي سي. طيب كوزاين كان بتبقى ادجيسنت اوفر هايبوتنوس، تمام، مين الادجيسنت؟ سي بي، مين الهايبوتنوس؟ اي سي. طيب التان كانت اوبوزيت اوفر ادجيسنت، مين الاوبوزيت؟ اي بي، مين الادجيسنت؟ بي سي. وعشان الناس ما تنساش، تعال ناخد كده اول لتر هنا مع اول لتر هنا مع اول لتر هنا في الساين، احنا اول لتر اس وفوق او وتحت اتش، سه، او كنا بنقول عليها سه،
ماشي. طيب نفس الكلام هنا، اول لتر اول لتر اول لتر ك. تالت واحدة تان، اول لتر واول لتر واول لتر تقى. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول سها كهربت تقى، عشان بس تبقى فاكرها شوية يعني. ماشي، سها كهربت تقى. سها يعني اس ساين او اوبوزيت اتش هايبوتنس، اس ساين او اوبوزيت اتش هايبوتنس. ك سي اختصار كوزاين، اي اختصار ادجيسنت، اتش اختصار هايبوتنس. ماشي، تقى تي اختصار للتان، او اختصار للاوبوزيت، اي اختصار للادجيسنت. تمام، هنحتاج برضو كل واحده من دول. طيب بص يا سيدي بقى، الدرس بتاعك عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي هنبدا في الدرس، بس هتشوف ان اللي فات كله يعني هنستخدمه دلوقتي. بص التايتل بيقول لك ايه؟ سولف ذا رايت انجل دي ترانجل اي بي سي. سولف ذا رايت انجل دي ترانجل، يبقى هتجيب كل حاجه مش مديها لك. ماشي، طبعا اول حاجه هنروح لسمين رايت انجل ترانجل، وهو قال لك ات بي، يبقى تعمل علامه 90 وتحط بي هنا. طب الاي والسي في اي حته، مش هتفرق مين فوق ومين تحت. طيب approximating the sides to the nearest centimeter، يبقى احنا هنعمل approximation في المسألة، and the angles to the nearest minute. طيب فين أول فين الجيفن؟ أدي الجيفن يا سيدي، AB ب 5.3، أدي الـ AB ب 5.3 سنتيمتر، والـ AC ب 12.2. ماشي؟ طيب هتلاقيه زي ما قلت لك في الأول، مديلك تلات حاجات وناقصك تلات حاجات. إيه التلات حاجات اللي مديهم لك؟ هتلاقيه مديلك سايد وسايد تاني والانجل اللي هي ب 90 ديجري. ايه اللي ناقص عندك؟ المطلوب، تعال نكتبه على جنب كده، المطلوب ان انا احسبه انجل A مطلوبه، انجل C مطلوبه، ومين وطول البي سي. دول الثلاث حاجات المطلوبين منك، ميجر انجل A، ميجر انجل C، وطول البي سي. طيب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه تسمع عن حاجه اسمها بايثاغورس؟ ايوه، من زمان لما يكون عندك رايت انجل دي ترينجل في تو سايدز معروفين، اللي هو هنا 12.2 و5.3، جيب السايد التالت على طول. مين السايد التالت؟ سي بي. هنحسبه ازاي؟ تمام، سكوير روت، هنعمل 12.2 في براكت باور 2، ماينس ولا بلس؟ قول لي ماينس. طبعا ليه؟ لان انا عايز واحد من الصغيرين، لما اكون عايز الكبير هعمل بلس. طب انا الكبير دلوقتي عندي معروف، لو عايز واحد من الصغيرين يبقى هعمل ماينس. ماينس 5.3، افضل تحط براكت هنا باور 2. طبعا انت ماسك كالكوليتر معايا وبتحسب. هنا بيقول لك طبعا في المساله تو ذا نيرست سنتيمتر، يبقى هتعمل ابروكسيميشن، هتلاقي الانسر بتاعك طالع ابروكسيميتلي 11 سنتيمتر. ماشي، طيب كده اديني حسبت اول حاجه من الثلاث حاجات المطلوبين. كان عندي مطلوب انجل A، مطلوب انجل C، مطلوب من طول البي سي، اديني حسبت البي سي. ماشي، ناقص عندك مين دلوقتي؟ ناقص عندك الانجل اللي فوق ميجر انجل A، والانجل اللي تحت ميجر انجل C. هنحسبهم ازاي؟ حلو، عن طريق ساين او كوزاين او تان، اللي يريحك. تعال نستخدم ساين. بص يا سيدي، سينس ساين سي، احنا قلنا الساين مين اوفر مين؟ تمام، اوبوزيت هايبوتنس. مين الاوبوزيت؟ اي بي اللي هي 5.3. مين الهايبوتنس؟ 12.2 اهي. طب لما يكون عندك ساين سي وعايز تحسب السي لوحدها، عايزين نخلي ميجر انجل سي في سايد لوحده، يبقى الساين تروح هناك ايه؟ شيفت ساين. تمام، شيفت ساين 5.3 اوفر 12.2 بالكالكوليتور على طول، وهنعمل ابروكسيميشن. طب هو بالنسبه للانجلز كان عايز ابروكسيميشن تو ذا نيرست مينتس. يعني ايه مينتس؟ طبعا انت عارف ان الانجل بتطلع على تلات اجزاء، لما يطلع لك بالكالكوليتور لما تعمل شيفت ساين طبعا للكلام ده وتدوس على الكوما هيطلع لك تلات اجزاء، في حاجه اسمها ديجري، في حاجه اسمها مينت، وفي حاجه اسمها سكند. احنا عايزين اول اتنين دول بس. ماشي، يعني التالت ده هنشوف هيزود ولا لا. عامة لما تحسب دي بالكالكوليتور هيطلع لك 25 ديجري 45 مينتس. ماشي، جت ازاي؟ هقول لك دلوقتي، حاضر لو انت مش عارف. طيب خلينا نكمل بس كده، انا جبت انجل سي، ناقص عندي لسه انجل ايه. هجيب انجل ايه ازاي؟ تمام، في اي تراينجل في الدنيا 3 انجلز ب 180، في انجل معروف عندك انجل بي ب 90، وانجل سي لسه حاسبينها على طول دلوقتي ب 25 ديجري و 45 مينتس. هجيب انجل ايه ازاي؟ حلو قوي، 180 ماينس، يبقى ميجر انجل ايه ايكوالز 180 ماينس، افتح براكت 90 بلس 25.
25 degree 45 minutes. هسيب دي كده بالكالكوليتر هيطلع لك 65 degree 15 minutes. حلو، ان شاء الله يكون كويس. عامة لو حاسس لسه انك سرحت او فصلت او بقالك فترة مش بتذاكر ماس فدماغك فاصلة، هستأذنك بس ترجع الخمس دقايق دول وتسمع حل المسألة دي كمان مرة، ماشي؟ يعني دي من الحاجات الرئيسية اللي انت لازم تكون عارفها النهاردة، فلو فهمت المسألة دي اعتبر ان نص الدرس خلص معاك بإذن الله، ماشي؟ طيب طبعا الخط ده لو مش واضح كده كده الحل بالكمبيوتر هيجي لك بعد دقيقتين بالظبط، هوريه لك دلوقتي هنا، ماشي؟ طيب تعال نرجع للحته دي اللي احنا قلنا ايه هنتكلم عنها تاني، ازاي حسبت دي؟ حضرتك امسك الكالكوليتر كده معايا، انا ماسك الكالكوليتر اهو قصادك يمكن سامعين، اكتب يلا كده معايا شيفت ساين 5.3 اوفر 12.2 واقفل البراكت وبعدين دوس ايكوال. لو طلع لك ماث ايرور يبقى انت قافل البراكت غلط، ماشي؟ لو طلع لك كلام صح هيطلع لك بالظبط على الكالكوليتر كده 25.7487859. مش عايزينها بالشكل ده، لازم تدوس على الكوما، الكوما اللي هي تحت علامه السكوير روت، دوسنا على الكوما. قول لي كده طلع عندك ايه؟ طلع عندك 25 ديجري، بعد كده 44 مينت، بعد كده 55.64. الكلام ده كله انا مش كاتبه، ده انا كاتب ايه؟ ركز كده، انا كاتب قدامك هنا 25 ديجري وبعد كده مش كاتب 44 زي ما هو طلع على الكالكوليتور، انا كاتب 45. ليه؟ بص على اللي بعد ال 44، بص على اللي بعد ال 44، ماشي؟ اللي هم ال 55. لو اكتر من 30، اسمع الكلام، لو اكتر من 30 لو اكتر من 30 في الجزء الاخير تروح مزود 1، ماشي؟ طبعا هم 55 فهتزود على ال 44 1 هيبقوا 45، تمام؟ طيب فرضا حضرتك دلوقتي مثلا عملت ابروكسيميشن فما كتبتش غير الديجري والمينت، فكتبت 25 ديجري 44 مينتس، هل دي تنقص في الحل؟ ما اعتقدش ان هي تنقص يعني، ماشي؟ فمش هندق يعني على الحته دي، تمام؟ تعال ننقل للاكسرسايز اللي بعده. سولف ذا رايت انجل دي تراينجل اي بي سي ات بي، وادي الجيفن اللي عندك، المساله متغيره. طيب كالعاده قلنا هنعمل ايه؟ هرسم رايت انجل تراينجل ات بي، يبقى هنا البي اهي، وادي اي وادي سي، برضو ابروكسيميتنج ذا سايدز تو ذا نيرست سنتيمتر والانجلز تو ذا نيرست مينتس. الجيفن المره دي هو مدي لك انجل سي ب 62 ديجريز ومدي لك سايد واحد بس 76. تاني ايه المطلوب منك؟ يعني ايه سولف؟ يعني ايه سولف ذا رايت انجل دي تراينجل؟ يعني هات الحاجات اللي ناقصه. يبقى انا لازم المساله تكون مديها لك ثلاث حاجات وانت هتجيب الثلاث حاجات التانيين. طيب ايه الثلاث حاجات اللي المساله مديهم لي؟ ادي رايت انجل، ماشي، وادي انجل بي 62 ديجري، وادي سايد طوله 76 سنتيمتر. فين الثلاث حاجات اللي ناقصين؟ اكتبهم لي على جنب يا ريت عشان ما تنساش. السايد ده مش معروف اسمه اي بي، السايد ده مش معروف اسمه بي سي، الانجل دي مش معروفه اسمها انجل اي. كده يبقى انا ناقص عندي 2 سايدز و 1 انجل. اي حد عاقل في الدنيا اول حاجه تعرف تحسبها من الثلاثه دول مين؟ حلو قوي، ميجر انجل اي. خلي بالك انت ممكن تبدا بدايه ثانيه بس اسهل حاجه افضل حاجه انك تحسب لي الانجل اللي ناقصه. ميجر انجل اي ايكوالز 180 ماينس 62 بلس 90. يلا كده معايا على الكالكوليتر قول لي هيطلع عندك كام؟ هيطلع عندك 28 ديجري، ماشي؟ يبقى كده اول حاجه ناقصه عندي ميجر انجل اي، جبتها ب 28 ديجري، تمام؟ تمام. طيب دلوقتي انا ناقص عندي 2 سايدز احسبهم ازاي؟ واحد يقول لي بايثاغوراس، لا بايثاغوراس لو عندك 2 وناقص 1، لو انا مدي لك 2 وناقص 1 بس، دلوقتي العكس اللي عندك 1 بس وناقص 2. ايه الحل؟ كل ما تتزنق روح على طول يا ساين يا كوزين يا تان براحتك، ماشي؟ اللي قال برضو هيشتغل على ساين سي، كلام مظبوط، ساين سي ايكوال، هي الساين مين على مين؟ تمام، اوبوزيت اللي هو الاي بي مش معروف اوفر الهايبوتنوس اللي هو اي سي. طب ما تيجي نعوض، ساين مكان انجل سي هنكتب كام؟ 62، اي بي مش معروف
AC ب 76 كأن الساين 62 over 1 و cross multiplication هيبقى ال AB equals 76 multiply sin 62 over 1 كالكوليتور كده واعمل approximation to the nearest centimeter. ماشي، هطلع لك بالكالكوليتور 67 سنتيمتر. خلاص دلوقتي خلاص انا جبت مين، جبت الاي بي بكام، 67 سنتيمتر. مش ناقص عندك غير حاجه واحده بس اللي هي البي سي. في عندك كذا طريقه، طريقه منهم دلوقتي واحد يقول لي يا مستر مش انا عارف الاثنين دول، ال 76 والجديد اللي انا جبته اللي هو 67، ينفع استخدم بايثاغوراس؟ ينفع، اهو بي سي ايكوال square root 76 power 2 minus 67 power 2. شوف هتطلع لك كام بالكالكوليتر، approximately تمام 36. ده حل. في واحد عايز يحل بطريقه تانية، هو انا يا مستر ما يعني هنا كان لازم استخدم ساين، ينفع استخدم كوزاين؟ اه ينفع تستخدم كوزاين سي ايكوال الكوزاين adjacent سي بي. ده على اساس انك لسه ما حسبتش ده، ركز معايا. يعني دي طريقه تانية، الكوزين adjacent CB over hypotenuse اللي هو AC. تعال نعوض، كوزين مكان السي هنكتب 62، السي بي معرفوش، بقول لك كأنك لسه ما حسبتش ده، over الهايبوتنس اللي هو 76، خلي دي over 1 و cross multiplication، يبقى CB equals 76 multiply cosine 62 over 1. يلا كده كالكوليتور هيطلع لك برضو 36. يبقى في عندك كذا طريقه عشان تحسب السي بي. ماشي، دايما قارن الفاينل ريزلتس معايا. ادي نفس المسالتين تاني اهم بس محلولين، دول نفس المسالتين اللي فاتوا بس محلولين. هنا بس الانجل دي ب 28 مش ب 27. ماشي، ممكن تعمل بوز كده للفيديو وتحاول تحلهم تاني بره في ورقه فاضيه يعني. ماشي، طيب تعالوا ننقل لسؤال تاني. بيقول حضرتك solve the right angle the triangle ABC approximating the sides to the nearest centimeter and the angle to the nearest thousandths in radian. او عشان كده من بدري قلت لك واحنا بنراجع لازم تفتكر يعني ايه radian ويعني ايه degree. بص يا سيدي، عندك هنا انا مدي لك measure angle A ب 1.169 radian وطول ال AB ب 18 سنتيمتر، ومطلوب منك سولف ذا رايت انجل تراينجل، يعني هات باقي الحاجات اللي ناقصه. ماشي، قلت لك من شويه لازم يبقى مديلك ثلاث حاجات وناقص عندك ثلاث حاجات، الثلاثه المعروفين سايد وانجل اللي هي انجل A وطبيعي انجل B اللي هي رايت انجل. ايه الحاجات اللي ناقصه؟ اول حاجه السايد ده مش معروف سي بي، السايد ده كمان مش معروف اي سي، الانجل دي مش معروفه ميجر انجل سي، بس دي يعني مطلوبة منك بالراديان. المسألة ليها طريقتين حل، طريقتين حل. الطريقة الأولى إنك تروح محول الراديان ده لديجري، هي دي على فكرة الطريقة الأسهل بس هي أطول شوية. ماشي، يبقى أنا هحول أنجل A من الراديان للديجري وأحل مسألتي عادي، وأرجع في الآخر أحول الديجري اللي أنا حول اللي أنا جبته أصلا ده أحوله للراديان كمان مرة. ماشي، طيب يلا كده مع بعض. اول حاجه قلنا مين فاكر ميجر انجل A اللي هي 1.169 هي دلوقتي راديان، عايز احولها لدجري، مين فاكر؟ الله ينور، 180 اوفر باي، 180 اوفر باي. طيب يلا كده كالكوليتور معايا، طلعت عندك يا سيدي 66.978 approximately، هو عايز approximately. ماشي هنخليها 67 ديجري. ماشي، طيب كده انا عندي في انجل ب 90 اللي هي بي، وفي انجل ايه اللي احنا حولناها وطلعت ب 67. تعالوا على طول نحسب ميجر انجل سي، 180 ماينس التو انجلز اللي عندك اللي هم 90 و 67، احسب دي كده عندك تمام طلعت ب 23 ديجري. يبقى الاي سي طلعت ب 23 ديجري، ومش هسيبها، انا عارف ان احنا ايه هنرجع نحولها للراديان، بس خلينا مثلا ايه الخطوه الاخيره يعني، ادي اول حاجه جبناها.
طيب ادي 23 ديجري ماشي، ناقص عندي 2 سايدز، هحسبهم ازاي؟ قلنا كل ما تتزنق جرب ساين او كوزاين براحتك ماشي، وينفع في المسألة دي كمان تجرب تان. تمام طيب نبدأ بإيه؟ مش لازم نبدأ بالساين زي كل مرة. حاضر تعالى نبدأ بالكوزاين. كوزاين هو انت ينفع تشتغل على انجل ايه مش انجل سي؟ ينفع. طيب بركز معايا دي واحدة، لو جينا نتكلم على كوزاين سي، الكوزاين زي ما قلنا adjacent سي بي مش معروف، اوفر هايبوتنس اي سي مش معروف. ايه ده يعني انا اول مره اجرب كوزاين ما تنفعش؟ اه طب هي ما تنفعش ليه؟ عشان ولا اللي فوق معروف ولا اللي تحت معروف. خلاص طيب ركز معايا، ركز معايا دقيقه واحده بس. طب ينفع اشتغل على كوزاين ايه؟ الانجل اللي فوق دي. اه ينفع طبعا. طب تعالى نشوف كده الكوزاين adjacent، مين الادجيسنت المره دي؟ ده اللي هو 18 اوفر الهايبوتنس اللي هو اي سي. تمام دلوقتي طبعا انت عارف انجل ايه ب 67، هتلاقي فيه حاجه واحده بس هي اللي ناقصه. لو حاسس انك متلخبط خلاص اركن الحل ده وتعالى اشتغل زي ما انت متعود. يعني مثلا في ناس بتقول خلاص انا دايما بجرب ساين سي براحتك مفيش مشكله، الساين اوبوزيت اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو اي سي ماشي، يبقى ساين سي اللي هي 23 ايكوال اي بي اللي هو ب 18 اوفر الاي سي اللي مش معروف كانها اوفر 1 وكروس ملتبليكيشن. يلا كده مع بعض، اي سي ايكوال 1 ملتبلاي 18 اوفر ساين 23. هتحسب دي عندك بالكالكوليتر، هيطلع عندك تقريبا 46 سنتيمتر. تمام كده احنا جبنا مين؟ كده احنا جبنا الاي سي ب 46 سنتيمتر. كالعاده اخر سايد تحسبه ازاي؟ عايز تستخدم كوزاين، عايز تستخدم تان مش عايز تستخدم بايثاغورس، اسهل حاجه طبعا بي سي ايكوال سكوير روت 46 باور 2 ماينس 18 باور 2 ابروكسيميتلي، هيطلع عندك 42 سنتيمتر. كده احنا جبنا التو سايدز اللي ناقصين، السي بي ب 42 approximately والاي سي ب 46، وجبنا كمان انجل اي ب 23. بس اوعى تنسى وتقفل المساله. ليه؟ هو كان عايز التو سايدز اللي ناقصين حاضر، وكان عايز الانجلز بس بالراديان. يعني ايه؟ يعني 23 دي ما ينفعش تتساب كده، 23 اللي هنا دي ما ينفعش تتساب بالشكل ده، لازم تحولها لراديان. طب انا احول 23 دي لراديان ازاي؟ ايوه من ديجري لراديان. تمام باي باي اوفر 180، لما تستخدم دي كده بالكالكوليتر هيطلع لك 0.401 راديان. كده تقدر تقول ان مسالتك انتهت. طبعا طريقه الحل الثانيه زي ما قلت لك اصعب شويه. خلاص هو ده الحل اللي احنا لسه حلينه بالظبط بس بخط اوضح شويه. خلاص تمام ركز معايا اهو، هعمل لك عليه علامه. نفس المسألة بس حل تاني اهو. الحل ده اتقل شوية ولازم كنت تحول الكالكوليتر وانت شغال. خلاص فانا مش هتكلم عنه، انت ممكن تقراه ولو حسيت انك فاهمه ممكن نتناقش فيه مع بعض ماشي على الواتس. خلاص بس الحل اللي فات افضل واسهل ماشي. الحل ده اتقل شويتين، اتقل شويتين. خلاص طيب تعال ناخد اكسرسايز كمان. بيقول لك اي بي سي از رايت انجل از ا تراينجل. او ده ما قالش رايت right. ده قال لك تراينجل بس، وقال لك ان انجل بي ب 58 ديجري 12 مينتس وطول البي سي ب 15 سنتيمتر. درو اي دي بيربنديكولار تو بي سي وير دي بيلونج تو بي سي. والاي دي ايه الكلام الكتير ده؟ ايه المطلوب ده؟ يعني انا هعمل ايه؟ تعالى نرسم معاه خطوه بخطوه. اي بي سي از ا تراينجل وما قالش رايت right. يبقى انت ما تفتيش وترسم تراينجل مش رايت ولا ايسوسلس ولا ايكولاترال، ترسم تراينجل كده يعني ايه ملوش ملامح. خلاص او زي ما انا راسم كده، هل ده رايت؟ لا. هل ده ايسوسلس؟ لا. هل ده ايكولاترال؟ لا. ما قالش. طيب وزع الليترز ايه مثلا بي سي، نكتب الجيفن عند انجل بي هنكتب كام؟ انجل بي دي بكام؟
ب 58 ديجري و12 مينتس. ماشي، ممكن نكتبها بره. حاضر. طيب بي سي طولا كل البي سي ده بكام؟ ب 15 سنتيمتر كاملا كده. ماشي، draw AD perpendicular على البي سي، يعني انا من عندي الاي هنزل perpendicular كده واحط علامه 90، والليتر اللي تحت اسمه دي، هو اللي قايلها اهو AD perpendicular على البي سي. ماشي، وقال لي ان الاي دي ب 10 سنتيمتر، يبقى السايد او الهايت اللي نزل ده اللينس بتاعه ب 10 سنتيمتر. عايزين ميجر انجل سي، يا ترى ازاي هجيب ميجر انجل سي؟ يلا كده مع بعض واحدة واحدة نشوف هنشتغل ازاي. حضرتك طبعا هنا هتلاقي المسألة بتاعتك مقسومة لتو رايت انجل دي تراينجلز، اتنين، مش رايت انجل دي تراينجل واحد، لا اتنين، واحد على اليمين اللي هو اي بي دي اللي على اليمين ده، واحد على الشمال اللي هو اي دي سي. طيب تعال نشوف التراينجل اللي على اليمين ده في كام حاجة معروفة. طبعا احنا لما نعمل علامة 90 على الشمال يبقى طبيعي اللي على اليمين 90، ده اكيد، خلاص الكلام مفروغ منه. طيب يبقى انا كده في الترانجل اللي على اليمين عارف ان في انجل ب 90، وعارف ان السايد اي دي ب 10 سنتيمتر، وعارف ان في انجل ب 58 ديجري 12 مينتس. يبقى انا عارف ثلاث حاجات. ما يفكركش بحاجه ده؟ اهو الدرس بتاعنا، لما يكون عندك ثلاث حاجات تقدر تحسب الثلاث حاجات التانيين اللي ناقصين. طيب قبل ما نبدا حل، تعال نبص على الترانجل اللي على الشمال اي دي سي. اهو ممكن واحد يقول لك اصلا ايه يا مستر فكرت في الترانجل اللي على الشمال، يعني دماغي ما جابتش الترانجل اللي على اليمين. ماشي، بص معايا الترانجل اللي على الشمال تعرف فيه كام حاجه. طيب اول حاجه الرايت انجل دي، حاضر، والطول بتاع الاي دي ب 10، كلام كويس جدا. تعرف حاجه تاني؟ لا، ال 15 مش بتاعت السي دي ولا بتاعت الدي بي، دي بتاعت البي سي كاملا، كل السايد اللي تحت. خلاص، يبقى الترانجل اللي على الشمال اي دي سي، اي دي سي، معرفش فيه غير حاجتين بس، عشان كده مش هبدا منه. خلاص، يعني ده الطريقه ازاي تفكر في الحل، يعني هو ازاي تفكر في بدايه مسالتك. تبدا من المكان اللي فيه ثلاث حاجات معروفين، ان ترانجل اي بي دي. طيب انت عايز تحسب ايه دلوقتي؟ بص يا سيدي، انت عندك الانجل دي معروفه والانجل دي ب 90، تقدر تحسب الانجل اللي هنا. ماشي، تقدر تحسب طول الدي بي، ودي الحاجه اللي هتخليك تخلص المساله. ليه؟ تعال نحسب مع بعض الدي بي وبعدين اقول لك. الانجل دي اللي هي اسمها انجل بي، ممكن نقول سينس تان بي ايكوال اوبوزيت، طبعا الاوبوزيت هنا اللي هو اي دي، اوفر ادجيسنت اللي هو دي بي. ليه فكرت في التان بالعقل كده؟ الاوبوزيت معروف، والادجيسنت لو جبته هعرف اجيب الدي سي، وهعرف اخلص الجزء اللي هو عايزه مني اللي هو ميجر انجل سي في الترانجل التاني. ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب تان انجل بي بكام؟ 58 ديجري 12 مينتس ايكوال اي دي ب 10، دي بي مش معروفه، حط هنا اوفر 1 وكروس ملتيبليكيشن، دي بي ايكوال 1 باي 10 اوفر تان ال 58، طبعا ديجري بتتكتب على شكل كوما، و 12 برضو سكند المينتس هتكتب برضو على شكل، انت بتدوس على الكوما، فهي الكالكوليتور متسيستم على كده، اول مره تدوس عليها يبقى ديجري، تاني مره تدوس عليها يعني هتتعامل كانها مينت، ما تقلقش. اقفل براكت واحسب لي ده كده ابروكسيميتلي هيطلع ب 6.2 سنتيمتر. كده احنا جبنا طول الدي بي 6.2 سنتيمتر. تعالى بقى نحسب الدي سي، مش كل ده كان ب 15 صح كده؟ شيل منه 6.2، يبقى هنعمل 15 ماينس 6.2 هيطلع عندك 8.8 سنتيمتر. دلوقتي الترينجل اللي على الشمال اي دي سي فيه ثلاث حاجات تقدر تشتغل فيه ترينجل عادي جدا. طيب عشان احسب ميجر انجل سي في كذا طريقه حل، عشان بتقول يعني لما تجرب تحل بايدك بره وبعدين ترجع تقارن ترتاح، لكن هتفضل تسال نفسك هو ليه المستر عامل كذا وما عملش كذا، يعني هتفضل في الدايره دي تسال نفسك. ماشي،
اي سؤال في دماغك، ليه المستر عامل كذا وما عملش كذا، جرب تعمل بره وبعدين قارن معايا. ماشي؟ يعني انا هنا عشان اجيب ميجر انجل سي مباشره هقول له كده ان تراينجل اي دي سي سينس تان سي ايكوال اوبوزيت اوبوزيت اللي هو 10 اوفر ادجيسنت الحته دي السي دي لسه جايبينه ب 8.8، يبقى then ميجر انجل سي ايكوال شيفت تان وفوق 10 وتحت 8.8، على الكالكوليتور هيطلع لي على طول 48 ديجري، بعد ما تدوس على القناه طبعا 39 مينتس و 8 سكندز. طيب هو ليه المستر يستخدم تاني؟ ليه المستر ما هنا هو في السي؟ ليه ما استخدمش ساين؟ ليه ما استخدمش كوزاين؟ جرب وانت هتعرف. ماشي؟ ولو عايز تعرف دلوقتي سريعا معايا، بص احنا يعني جبنا الجزء ده ب 8.8، لو جينا نشتغل على ساين، مش الساين اوبوزيت على هايبوتنس؟ ما هو الهايبوتنس مش معروف. حلو، يبقى لو انت جبت الهايبوتنس في الاول تقدر تستخدم ساين او كوزاين. طيب لو ما جبتش الهايبوتنس خلاص تستخدم التان، لان الاوبوزيت معروف والادجيسنت معروف. طبعا الكلام يعني يا اما واضح جدا بالنسبه لك يا اما مش واضح خالص، تمام؟ وده هيفرق على حسب انت الترج القديم معاك عامل ازاي. خلاص، بس لو معاك ورقه وقلم وبتجرب بره هتلاقي الموضوع عادي جدا، بس جرب، ما ينفعش تسمع بس، يعني ارجع كده من الاول اسمع الكلام ده كمان مره وبعدين جرب تحله بايدك بره. خلاص، مش شرط يبقى الحل بتاعك زي الحل بتاعي بالظبط، لا، ممكن تبقى انت كاتب ستيبس مختلفه، بس تعالى قارن الفاينل ريزلتس. ماشي؟ ميجر انجل سي، ولو الاختلاف هنا يا جماعه في السكندز دي، او لو انت مثلا عملت لها ابروكسيميشن تو ذا نيرست مينيت، ماشي، فكتبت 48 و 39 بس، مش ده الاختلاف اللي يقلقك يعني. تمام؟ طيب تعال ناخد كمان اكسرسايز، طبعا ده الحل هو هو بس يعني كمبيوتر اوضح. هنا بيقول لك ا سيركل اوف ريديوس لينس 6 سنتيمتر وفي كورد درون ان ات اوبوزيت تو ا سنترال انجل اوف ميجر 100، كالكوليت ذا لينس اوف ذيس كورد تو ذا نيرست ساوثنز. طبعا الكلام من اوله كده تحس ان هو مش تبع الدرس خالص، بس نرسم رسمه كده، ادي سيركل والريديوس ب 6 سنتيمتر وليكن ده الريديوس ام اي اهو ب 6 سنتيمتر. اول ما قال لحضرتك كورد درون اوبوزيت تو سنترال انجل، افتكر اللي قلت لك عليه في الاول اولد بات جولد، الست حاجات اللي رجعناهم في الاول او الخمس حاجات. ماشي؟ يعني ايه سنترال انجل؟ حلو، يعني انجل بتوين تو ريدياي. طب ادي ريدياس اسمه ام اي، ارسم ريدياس تاني اسمه ام بي، وطبيعي طبيعي ان تو ريدياي قد بعض، يعني ده كمان ب 6. طيب يعني ايه كورد درون اوبوزيت تو سنترال انجل؟ يعني نوصل لاي بي. حلو قوي، وصل لاي بي يا سيدي، وصلناه، ده الكورد اللي مطلوب منك. هي الانجل اللي فوق دي بكام؟ ب 100، خليها دلوقتي مش هحتاجها. ماشي؟ بس انا عايزك تبص معايا على حاجه، مش ده ايسوسيليس ترانجل؟ اه. ايه اللي هيحصل لو نزلت من الام بيربنديكولار على الاي بي؟ ايوه، في نفس اولد بات جولد الحاجات القديمه، لما انزل بيربنديكولار هيحصل حاجتين، البيس اللي تحت هتتقسم يعني الدي بي قد الدي اي، وفي نفس الوقت الانجل اللي فوق هتتقسم يعني الحته دي قد دي. طب مش كلها 100؟ يبقى كل جزء فيهم بكام؟ 50. حلو قوي، يبقى على اليمين اي ام دي 50 واللي على الشمال بي ام دي برضو ب 50. تعالى بس هنا خلينا نبص على الترانجل اللي على اليمين يا سيدي او الشمال، مش هتفرق والله. خلاص، تعالى نشوف في كام حاجه معروفه. حلو، في عندك انجل ب 90 ادي واحد، وفي انجل ب 50 2، وفي سايد ب 6 سنتيمتر، ثلاث حاجات معروفين، المساله خلصت. ليه؟ طبعا عندك ثلاث حاجات، يبقى في ثلاث حاجات ناقصين، تقدر تحسب اي واحد منهم. طب انا هحسب مين؟ انا هحسب الاي دي. اشمعنى؟ لان المطلوب منك في المساله انك تحسب اللينس اوف ذا كورد، كان مين الكورد؟ الكورد كان اي بي. فانا طبعا لما احسب الاي دي، تمام، مثلا طلع ب 2، يبقى الحته الثانيه ب 2، يبقى كده الاي بي كله ب 4. طيب لو طلع مثلا ب 3، يبقى الحته دي ب 3، يبقى كله ب 6. وطبعا ده مستحيل يطلع الكلام ده هنا في المساله دي. ماشي؟ طب لو مثلا طلع ب 4، يبقى الحته الثانيه ب 4 والاي بي كله ب 8.
طيب بدل ما نقول قد ايه ونفضل نفرض، تعالوا نحلها مع بعض. هنقول ان تراينجل اي ام دي. دلوقتي انا عندي انجل ام او اي ام دي ب 50، اي ام دي ب 50. طب انا عايز ده وده معروف، ده يعتبر هايبوتنس. اي ام في التراينجل ده يعتبر هايبوتنس، والاي دي يعتبر اوبوزيت لل 50، في وش ال 50. طب اوبوزيت وهايبوتنس يبقى نستخدم مين؟ ساين. تمام، ساين اي ام دي ايكوال اوبوزيت اللي هو اي دي اوفر هايبوتنس اللي هو اي ام. تعال نعوض، ساين اي ام دي اللي هي 50 ايكوال اي دي ده المطلوب اوفر اي ام اللي هو ب 6. تعال نعمل كده اوفر 1 واي كروس مالتيبليكيشن، هيبقى الاي دي ايكوال 6 مالتبلاي ساين 50 اوفر 1. احسب دي كده بالكالكوليتر، هيطلع عندك الاي دي ب 4 approximately 4.596 سنتيمتر. طب لو عايز الاي بي كاملا اعمل اللي طلع ده بلس نفسه او مالتبلاي 2، هيطلع لك approximately 9.193 سنتيمتر. ليه بكتب ثلاث حاجات؟ لان هو قال لك nearest thousands. تمام، طبعا الدرس ده مهم جدا، تمام، وهنستخدمه زي ما هو كده في اخر درس في التريج اللي هو انجلز اوف اليفيشن وديبريشن. هتشوف انك لما تتعب في الدرس ده هترتاح في الدرس اللي بعده على طول. حاسس ان الدرس تقيل ورخم؟ اسمعه كمان مره، ولو سمحت بورقه وقلم، مش وانت نايم على السرير وحاطط السماعات في ودانك، لو سمحت بورقه وقلم وكالكوليتر طبعا. ماشي، كفايه جدا على الدرس ده، وان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي. مع السلامه.